اقرأ من قول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبك، شكرا. افتح المصحف واقرأ من قول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ
ضر بهم الكفار. شكرا، فتح الله عليك.